ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، متتبعي القناة ديال الطبخ والبيت مع ام لينا. فكنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله على خير. فبالنسبة للفيديو اليوم غادي يكون ان شاء الله على طريقة ديالي كيفاش كنحمر الدجاج، اولا كنديرو بالدغميرة، يعني الدجاج بالدغميرة محمر. فخليكم معايا حتى الاخر، فعلى حسب الكميه اللي نتوما بغيتو. فانا هنا عندي واحد نص ديال الدجاجه، ضفت ليها هكا الربع، قطعته مزيان. طبيعه الحال الدجاج فراه مغسول مزيان 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 ومرقد، كنرقدو انا ان شاء الله. ندير لكم فيديو خاص على طريقتي كيفاش كنغسل الدجاج وكنحيد منه هذيك الزفوره باش ما تبقاش فيه، وكيولي صراحه كيعطي واحد المذاق زوين كيف ما طيبتيه. فبالنسبه ليا غادي ندير الدجاج كيف كنرقدو، ملي كنغسلو بالملحه كنحاول نحيد ليه داك اللي كيكون فيه داك الشيء لداخل. نوريكم بحال مثلا داك الشيء اللي كيكون ما بين الجلده ما بين الجلده واللحم، كنبقى نحاول نخشي بالملحه وكنجبد هذاك الشيء الاخر اللي فيه، ومن بعد كنشلو مزيان وكنخليه يتسقطر. كنوجد ليه بانيو فيه الماء وفيه الحامض ولا الخل، وكندير فيه كذلك شويه ديال الفورص شويه ديال السكينجبير وصافي، وكنرقدو والملحه وكنرقدو كنخليه يترقد ليا. راه هو غادي يبان لي ان الماء ديالو بدا كيتبدل، الماء بدا كيبدا كيتبدل لينا صافي. يعني نخليه بحال هكا شي نص ساعه بحال هكا، قد ما خليتيه مزيان راه كيتشرب داك السكينجبير وكيعطينا واحد المذاق زوين صراحه ملي كنطيبو. فملي كنسالي كنشلو وكنخليه يتسقطر. لا بغيت نحتفظ فيه نحتفظ به بالكونجيلاتور، اش كندير ليه؟ كندير ليه قطع ديال الحامض الوسط ديالو، يعني كندهنو بالحامض وكندير الحامض معاه وكنديرو في الكونجيلاتور هكا باش ما يفسدش ليا، وكذلك باش ما يزفرش ليا صافي. بالنسبه لي دابا فراني كيف قلت لكم درت الدجاج، ثم درت مع القزبر ومعدنوس اللي قطعتهم، وهنا خديت دوك القشيوشات تاع الدجاج، الكبده، القلب، القنصه، العنق، قطعتهم هكا طريفات صغار وغادي نضيفهم. فانا ما غاديش نسلقهم بوحدهم، غادي نضيفهم ديريكتومون للطنجره ديالي صافي، ومن بعد غادي نقطع الثومه والبصله ونرجع ان شاء الله. صافي هنا قطعت واحد البصله كبيره اولا واحد جوج بصيلات صغار مع الثومه، غادي نحكها ونتلاقاو باش نديرو العطريه ديالنا. من بالنسبه للعطريه فغادي نحتاج شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال الخرقوم وزعفران حر. غادي نحتاج كذلك شويه ديال السمن. كيف غتشوفوا انني ما غاديش الزيت دابا، ما غنديروش نهائيا دابا حتى يطيب ليا الدجاج، وغادي نحيدو عاد غادي ندير الزيت وغادي نضيف واحد الزيت والزبده، وغادي تشوفوا الطريقه ديالي كيفاش كندغمر المريقه ديالنا. صافي ضفت لي واحد الشويه ديال الماء، غير واحد الشويه غير باش نقلي، عاد ندير الماء الكافي باش يطيب لي الدجاج. صافي كنبقى كنقلي فيه كنقلب فيه حتى كيتقلى، ومن بعد كنديرو على ظهره بحال هكا وكندير عليه الماء، وغادي نخليه يطيب على خاطر خاطر، غادي نقص عليه ونخليه يطيب. ما كان نحيد الدجاج ها هو، فما غاديش ندخلو الفرار، غير ندوزو هكا شويه في المقله باش يتحمر ليا صافي. كندوز لاصوص باش يعقد ليا، فكنضيف ليه الزيت حيت كيف شفتو ما ضفناش الزيت في الاول، وغادي نضيف ليه واحد شويه ديال الزبده. صافي وغادي نخلي هاد لاصوص هادي تعقد ليا، وغادي نحاول مره نحركها. لا 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 لا
imagine taking it to her side.